أحزنتنا يعني. وطبعا استكمالا للحديث، من ضمن الدول اللي بحب يعني أذهب إليها وهي دولة الهند. دي بعتبر نفسي يعني بلاقي نفسي فيها، يعني الحمد لله ولله الحمد، يعني يكاد يمكن جمهوري فيها، يعني أنا مش عايز يعني أزكي نفسي كثير، والحمد لله ده بفضل القرآن علي. ودي رسالة من ضمن الرسالات، عشان احنا بنحاول نجتهد ان احنا نقدم الرسالة تكون فيها لله. حتى يمكن من ضمن المواقف اللي أتذكرها في دولة من دول الأوروبية، جزيرة ترينيون، من ضمن الأشياء اللي أحزنتني يعني أحزنني في نفسي، يعني طبعا هناك بيعرضوا علينا كل شيء، سواء فنادق 5 نجوم أو سواء استضافة مثلا في الطعام والمأكل والمشرب وأحدث العربيات. ألاقي قالوا لي إن يعني معلش أنت بتتواضع قوي وبتطلب مثلا أقل حقوقك، مع إن كان والله أمام نافذة مفتوحة، يعني ساعة ما نيجي نتسوق ويحبوا إن هم عايزين يهدونا بأي هدايا. علمت من أحد الأشخاص إن بيقول لي ده اللي جه من قبلك طلب ساعة ذهب، فده أحزنني بصراحة. فما يفعله الآخر بنحاول إحنا نصلحه، بنحاول إنني أصلحه وأقول له لا يا عم يعني معلش، إذا كان زي يعني هو أعطيك الفيزا وفيزا مفتوحة، الإنسان أنت أخذت أجرك خلاص، يبقى مش شرط. حتى لما نروح المول عشان نتسوق ويجيبوا لي كذا وكذا وكذا، خذ هذا يا شيخ، خذ هذا يا شيخ، طب ده أو لا، أنا أختار مثلا هذا القميص فقط. يجب علينا أن نتعفف ويكون في رحالتنا شيء من الرسالة، تكون موجود فيها شيء من الرسالة لله، علشان إحنا قدوة للآخرين. هم يترصدوا علينا كما قلت، مأكلنا ومشربنا وملبسنا وإزاي بنتعامل وإزاي بنتصرف، هم بحبونا عشان جايين من عند سيدنا النبي، هذا في اعتقادهم، إنك عربي وأتيت من عند النبي. فيجب أن تكون قدوة حسنة، يجب علينا أن نكون قدوة حسنة علشان يحبونا أكثر فأكثر ويحبون القرآن، لأن إحنا في مجال يعتبر بنعتبره دعوة إلى الله عز وجل. الموضوع مش كله فلوس فلوس فلوس، ولكن هذا ما أنصحه لي لنفسي ولغيري، ولا أزكي أنفسنا. وجزاكم الله عنا خيراً.